للحديث عن سيطرة ميليشيات الحشد على الاقتصاد العراقي ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. يعني إلى أي مدى ترى قرار حكومة السوداني تأسيس شركة عامة تحت مسمى المهندس ترتبط هذه الشركة بالميليشيات، إلى أي مدى تراها استنساخا لتجربة الحرس الثوري والباسيج الإيراني اللذين يهيمنان على اقتصاد إيران؟ أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. بالطبع اليوم السوداني ينفذ المخطط الإيراني، وخاصة بعد جولته في إيران ولقائه في المسؤولين الإيرانيين أخذ التعليمات كاملة. وهناك في اللقاء الذي جرى في إيران جرى التوقيع على عدة اتفاقيات مع الجانب الإيراني، كل هذه الاتفاقات تدل على أن هذا الرجل هو ذيل من ذيول المخطط المرسوم وفق إرادة فصائل معروفة بتوجهاتها الإيرانية. والتجربة التي يراد منها تشكيل شركة باسم شركة المهندس، هذا لا يمكن أن يكون إلا في العراق وفي إيران هذا التوجه. على سبيل المثال ما يجري في الحرس الثوري الإيراني، لكن الحكومات والأنظمة التي تحترم قوانينها تشير إلى أن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن إعداد هذه الشركة وليس فصيل من فصائل مسلحة تملك سلاحا وتفتك بإرادة كل من يعارضها. طيب في طريقها محمد، 100 مليار دينار هي قيمة رأس المال الذي منحته الحكومة لشركة المهندس، هذا الرقم رقم كبير، برأيك كيف كان سيسهم 100 مليار دينار في تشغيل العاطلين عن العمل من الشباب العراقي؟ بالتأكيد أنه هذا رأس المال الشركة اللي هو 100 مليار دينار عراقي يعني أنهم يريدون استغلال موازنة العراق من أجل توجيهها لصالح النظام الإيراني. ولو قدر لهذا المبلغ أن تكون هناك مصانع وتأكيدات على هذه المصانع أن تشغل عددا من الكوادر العراقية ومن العاطلين عن العمل، فستقوم بهذا الأموال بشكل جيد. لكن للأسف ليس هناك تخطيط في هذا البلد، وإنما هناك استثمار 95 وأكثر من مليار هي واردات النفط العراقي. الآن يفكرون كيف يستغلوا هذه المليارات من الدولارات حتى يوجهوها صوب جيوبهم وكذلك إلى النظام الإيراني لكي ينتهز فرصة تأمين السلاح والمال له من أجل الترسانة الحربية الإيرانية. طيب هذا ما أعتقده هو الذي يجري حاليا. المواطن العراقي ينظر إلى هذا الأمر، ولكن ثمة مخاطر، وأكيد هذه المخاطر التي تشكلها ربما حشدنة الاقتصاد العراقي إن صح التعبير، هذا الاقتصاد الريعي الذي يعتمد فقط على النفط وهو بالأساس اقتصاد منهك لم يرى منه المواطن العراقي أي شيء، بل تذهب كل هذه المليارات إلى جيوب الفاسدين. ترى ما هو أثر هذا الأمر على المواطن العراقي المنهك اقتصاديا؟ هذا سيزيد كاهل المواطنين العراقيين فيما إذا شكلت هذه الشركة وتم استغلال الموارد العراقية من النفط، لأن بلدنا بلد ريعي يعتمد باقتصاده على هذه المادة، علما بأنهم دمروا الصناعة والزراعة ولا يوجد أي شيء وسوى أنهم فتحوا الباب أمام التوجهات الإيرانية من أجل جلب سلعهم للعراق وشراء العملة
الأجنبية عملة الدولار من أجل تمويل إيران في هذا المصدر. ولذلك إن هذا الحشد ليس هو بمقام أن يكون مورد لتأثير أو تسهيل للمهمات من أجل إيجاد صيغة اقتصادية بارعة للعراق، وإنما هو تشكيلة من أجل أن يأخذوا مزيدا من المال لهذه الأحزاب والقوى زائدا إيران. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.